الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا جعلنا من أهل الإسلام، وامتن علينا بأن جعلنا من أهل القرآن. نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما أنزل بركة وأن يجعلها سقيا رحمة. وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نتدارس فيه الدرس الخامس في تباحث فوائد عدد من أحاديث هذا الكتاب. فلعلنا أن نقرأ شيئا من هذه الأحاديث، فليتفضل القارئ بارك الله فيه بقراءة شيء من هذه الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. وقال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. في الحديث النهي عن الوصال، والوصال له معنيان: الأول وصل يوم بيوم في الصيام، بحيث لا يتناول الإنسان شيئا من الطعام طول ليله ليكون قد جمع في الصيام بين أيام متعددة بدون أن يفطر فيما بينها، وهذا منهي عنه باتفاق أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. والنوع الثاني من الوصال: الوصال إلى آخر الليل بحيث يتسحر الإنسان، فهذا خلاف الأولى لكنه ليس من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فدل هذا على جواز المواصلة إلى السحر بعدم تناول شيء إلى وقت آخر الليل، ولكنه ليس الأفضل، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقولهم هنا إنك تواصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص به الفعل، قد يختص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يشرع الاقتداء به، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أنحاء أربعة. النحو الأول: ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والنوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعله بياناً لحكم شرعي، فإن ذلك الفعل
يكون حكمه حكم ما هو بيان له، والثالث أفعاله العادية التي فعلها عادة بحيث لم يقصد بها القربة، فهذه أفعال مباحة يجوز للناس أن يفعلوها، وليس من القربة ولا من العبادة أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. والنوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة والقربة، فهذا النوع اختلف الفقهاء فيه، فقال المالكية والحنفية بأنه على الوجوب، لأن الله تعالى قال واتبعوه، قالوا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقال الشافعية والحنابلة بأن هذه الأفعال على الاستحباب، قالوا لأن كثيرا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أصحابه في زمانه بإقرار منه صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل ذلك على أن هذا النوع ليس على سبيل الوجوب. وفي الحديث أنه إذا تعارض الفعل النبوي مع القول فإننا نحاول أولا أن نجمع بينهما، ولذلك لما قال لهم لا تواصلوا قالوا إنك تواصل، كأنهم أرادوا الجمع بين ذلك. ولو كان الفعل يؤخر دائما عن القول لقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تعارضوا قولي بفعلي، فإن القول مقدم على الفعل. فلما قبل منهم هذه المعارضة أو قبل منهم هذا السؤال دل ذلك على أنه عند تعارض الفعل مع القول فإننا نحاول أولا الجمع بينهما، ولا نصير إلى الترجيح للأقوال على الأفعال إلا عند عدم إمكانية الجمع. وقوله هنا لست كأحد منكم فيه بيان اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالمواصلة مع بيان الحكمة والمعنى في ذلك، في قوله إني أطعم وأسقى، وفي لفظ يطعمني ربي ويسقيني. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التنكيل بالمخالف لأحكام الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يقتدون به واصل بهم أياما من كالمنكل بهم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز قول لو إذا لم يكن على جهة التأسف والتحسر على ما مضى، ولذا قال لو مد بي الشهر لواصلت. وفي الحديث اختصاص فرضية الصيام بشهر رمضان. وفي الحديث النهي عن تجاوز الحد الشرعي في العبادات وتسمية من كان كذلك متعمقا. وفي الحديث نهي الإنسان عن التعمق بأن يزيد في تمسكه بالمشروع زيادة على المقدار المقرر شرعا. وفي الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص عن الأمة ببعض الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. في الحديث النهي عن وصال يوم بيوم في الصيام، وظاهر هذا أنه من المحرمات من الأمور المخالفة للشرع،
وفي الحديث إباحة الوصال إلى السحر وهو السدس الأخير من الليل، ولكن هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الاستحباب، بل المستحب أن يبادر الإنسان بالفطر. وفي الحديث أنه إذا تعارض القول النبوي مع الفعل النبوي فإننا نحاول الجمع بينهما ولا نصير إلى الترجيح للأقوال على الأفعال إلا عند عدم القدرة على الجمع بينها. وفي الحديث أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خاصة به لا يشرع للناس الاقتداء به فيها. وفي هذا الحديث فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعله لا يحتاج إلى طعام. وقد اختلف أهل العلم في قوله يطعمني ويسقين، هل هذا على سبيل المجاز أو أنه على سبيل الحقيقة؟ والحكم الشرعي لا يختلف على كل من القولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. في هذا الحديث النهي عن الوصال، والأصل في النهي أن يكون للتحريم، ولم يقل بأن هذا النهي يدل على الفساد للصوم، لأن الوصال فعل مخالف مغاير للصوم، ومن ثم لم يدل النهي عن الوصال على فساد صوم من واصل. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وفيه أن من الأخلاق الفاضلة خلق الرحمة. وفي هذا أيضا أنه لا يصار إلى ترجيح الأقوال على الأفعال إلا عند عدم القدرة على الجمع بينها. وفيه أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، وقال: إياكم والوصال مرتين. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. في هذا الحديث النهي عن الوصال، والمراد به أصالة وصال يوم بيوم، وظاهر هذا تحريم الوصال. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يواصل، فلعله لم يبلغه النهي الوارد في ذلك. وفي الحديث من الفوائد أن اسم فعل النهي يحمل على النهي، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال فسره أبو هريرة بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وفي الحديث محاولة الجمع بين الفعل والقول قبل المصير إلى ترجيح الأقوال على الأفعال. وفي الحديث أن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه. وفي الحديث أنه لا ينبغي بالعبد أن يفعل ما يكون شاقا عليه من الطاعات، بل عليه أن يقتصر على ما في طاقته وقدرته. وفي الحديث من الفوائد أيضا تعليق حكم دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال، وأنه إذا رؤي الهلال
ليلة الثلاثين من رمضان فإن الشهر قد انقضى، وتكون تلك الليلة ليلة أول شوال، ليلة عيد الفطر. وفي الحديث من الفوائد استعمال لو على غير جهة التأسف والتحسر على ما مضى. وفي الحديث من الفوائد التنكيل بالمخالف للشرع ووضع شيء من العقوبات عليه، وهذا كأنه إما من صاحب الولاية وإما من يقرر الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام فقال له كل، قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية استشعار الأخوة الإيمانية بين أهل الإيمان، وقد كانوا في أول الإسلام إذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري كانوا إخوة يتوارثون، فنسخ هذا الحكم بعد ذلك. وفي الحديث مشروعية زيارة الإنسان لإخوانه تقربا لله جل وعلا. وقوله متبذلة أي عليها لباس البذلة، يعني لباس الخدمة، بحيث كانت تلبس لباسا ليس فيه شيء من الزينة، وإنما هو لباس بال غير مأبوه له. ولعل هذا كان في أول الإسلام قبل نزول أحكام الحجاب. فقال سلمان لأم الدرداء ما شأنك؟ وأم الدرداء امرأتان، فإن أبا الدرداء رضي الله عنه تزوج الصحابية أم الدرداء فماتت معه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء الصغرى، وهي تابعية وليست بصحابية. فقالت أم الدرداء الكبرى أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني أنه قد زهد فيها وترك مباهجها وزينتها، ولذلك فإنه لا يأبه إن تزينت له وتجملت. فانتظر سلمان أبا الدرداء، فلما جاء أبو الدرداء صنع أبو الدرداء لسلمان طعاما، فقال أبو الدرداء لسلمان كل، فقال سلمان له كل، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان رضي الله عنه ما أنا بآكل حتى تأكل. في هذا استحباب صيام التطوع، وفيه جواز أن يفطر الصائم المتطوع في أثناء النهار، وأنه لا يلزمه إكماله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، حيث قالوا بأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن من ابتدأ بالتطوع لزمه إكماله وإتمامه، والقول الأول أظهر لموافقته لعدد من الأدلة،
منها حديث الباب. وفي هذا جواز أن يؤكد الإنسان على أخيه أن يفطر في صيام التطوع، وأنه لا حرج في ذلك، وفيه دلالة على أن من أفطر في صيام التطوع لم يلزمه قضاء ذلك اليوم، كما قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفي الحديث مشروعية صنع الطعام من أجل الضيف وتهيئة الطعام له، وقوله قال فأكل، يعني أن أبا الدرداء أفطر، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني يصلي صلاة الليل. وظاهر هذا أن أبا الدرداء كان يقوم جميع الليل بعد أن يفرغ من أعماله. قال فقال سلمان لأبي الدرداء نم، يعني ليكن من شأنك أن تريح بدنك بالنوم وترك الصلاة صلاة الليل إلى آخر الليل. فنام أبو الدرداء. وفيه تطاوع الصحابة بعضهم لبعض وأخذهم لأيدي بعضهم، وفيه نصح الإنسان لأصحابه ودلالة على الأحكام الشرعية المتعلقة بفعله. وفيه إلزام الأخ لأخيه في الالتزام بالسنة والعمل بأنواع التطوعات. قال ثم ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني مرة أخرى بعد زمن من الليل، فقال له سلمان نم. فلما كان آخر الليل، يحتمل أن يكون الثلث الأخير ويحتمل أن يكون السدس، حينئذ قال سلمان لأبي الدرداء قم الآن فصليا. فيه دلالة على جواز الجماعة في صلاة الليل إذا لم يكن ذلك على شكل مرتب منظم. فقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، أن يوجد واجبات يجب عليك أن تقوم بها لله جل وعلا كالصلوات المفروضة. قال ولنفسك عليك حقا، أن يجب عليك أن تريح بدنك وألا تكلفها من الأعمال والطاعات فوق طاقتها. قال ولأهلك عليك حقا، أراد بالأهل هنا زوجه أم الدرداء، وللزوجة على زوجها حقوق يجب عليه أن يقوم بها. قال فأعط كل ذي حق حقه، أعط فعل أمر يدل على الإيجاب. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا الدرداء ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، أي أخبره بما وقع وبما قال له سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أي فيما أخبرك به من الأحكام الشرعية. وفي هذا توثق الإنسان مما يصل إليه من المعلومات بالرجوع إلى من يثق فيهم من أهل العلم، كما رجع أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد تصديق من كان خبره موافقا للصدق والصحة، كقوله صدق سلمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وكان يصوم شعبان كله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون،
فإن الله لا يمل حتى تملوا، سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أن لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شأنه ودأبه، يصوم يعني يستمر في الصيام أياما متعددة حتى نقول لا يفطر من كثرة صيامه، ثم يفطر أياما متعددة حتى نقول لا يصوم. وفي هذا جواز سرد الصيام وجواز سرد أيام الإفطار. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. فيه أن المشروع إكمال شهر رمضان بالصيام، وفيه النهي عن الوصال لشهر كامل بحيث يصوم الإنسان صوم الأبد. وفي هذا الحديث تفضيل صيام شهر شعبان والترغيب في الإكثار من صيام شهر شعبان. وقولها هنا: وكان يصوم شعبان كله، قال طائفة بظاهر هذا اللفظ وأثبتوا له صيام جميع الشهر، بينما آخرون قالوا بأنها أرادت أكثر الشهر لا جميع الشهر، بدليل قولها: ما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهو يحب العمل الصالح ويحب العاملين للأعمال الصالحة. وقد جاءت النصوص بإثبات ذلك في مثل قوله تعالى: والله يحب المتقين. وهنا أن مما يحبه الله الأعمال الصالحة. وفي الحديث دلالة على تفاوت الأعمال في أجرها وثوابها، وأنها ليست على رتبة واحدة. وفي هذا استحباب مداومة الإنسان على الطاعات بحيث يجعل له برنامجا يوميا يفعله كل يوم يدخل فيه أنواع الطاعات، فإن هذا محبوب عند الله ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا دلالة على أن العمل القليل قد يكون أحب وأفضل عند الله من العمل الكثير. وفي الحديث من الفوائد نهي الإنسان عن تحمل ما لا يطيقه من الأعمال، وأن ذلك مخالف للطريقة الشرعية. وفي الحديث النهي عن إكثار الإنسان من العبادات بحيث يكلف نفسه أمرا شاقا. وفي الحديث النهي عن الملل من الطاعات، والأمر بأن تكون النفس منشرحة عند فعلها للطاعة. وقوله: لا يمل حتى تملوا، فيه أن الجزاء من جنس العمل. وقوله: سددوا وقاربوا، التسديد ما يراد به السعي للوصول إلى الهدف بأقرب طريق بحيث لا يميل الإنسان عنه، أو أن المراد به سد الثغرات والخلل الذي يكون بين الأعمال بأداء أعمال صالحة في هذا الوقت. وسددوا وقاربوا، يعني لا تكلفوا على أنفسكم ولا تشقوا بها بكونكم تتقربون لله بجميع الأفعال
المشروعة، وإنما قاربوا في ذلك. وقوله وأبشروا أي ظنوا بالله ظنا حسنا، فإن الله يعدكم بالوعد الحسن، ولذلك يستبشر الإنسان بلقائه لربه جل وعلا. وقوله واعلموا أي اجزموا واقطعوا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، يعني أن الإنسان متى استشعر العمل الذي أداه فإنه قليل بالنسبة لنعم الله وخيراته وفضائله، فكم لله من نعمة عليك. وحينئذ نعلم بأن دخول الإنسان للجنان إنما هو بفضل الله وإحسانه ورحمته بعبده مهما بلغت مرتبته. ولهذا قالوا له ولا أنت يا رسول الله، يعني لن تدخل الجنة بعملك، فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. والفرق الإسلامية لها ثلاثة أقوال فيما يتعلق بهذا الباب. فالطائفة الأولى تقول بأن دخول المؤمنين للجنة مستحق لهم وواجب على الله جل وعلا، ويجعلون العمل في مقابلة دخول الجنان، ويستدلون بمثل قوله تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذا قول المعتزلة. والقول الآخر يقول العمل لا مدخل له في دخول الجنة، وقد يدخل الإنسان الجنة وليس معه شيء من العمل، وقد يبعد من الجنة مع أنه أدى الأعمال الكثيرة. وهذا قول الأشاعرة، قالوا لأن الخلق ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء. وذهب أهل السنة إلى أن العمل الصالح سبب من أسباب دخول الجنة، ولكنه ليس ذلك على سبيل المجازات والمقابلة، ومن ثم انتظمت معهم النصوص، فقالوا قوله تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا الباء هنا سببية، أي رحمهم الله بسبب عملهم الصالح فأدخلهم الجنة، بينما الذي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا الباء هنا باء المقابلة والمجازات، فمجرد العمل لا يؤهل الإنسان لدخول الجنة، فإن نعم الله على العبد أعظم. وفي هذا دلالة على فضيلة المغفرة والرحمة وعظم نفعهما للعبد، ولذا كان أنبياء الله عليهم السلام يؤكدون على استشعار هذا المعنى ويطلبون من الله مغفرته ورحمته، كما قال قائلهم لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وفي هذا الحديث فضيلة صلاة التطوع وعظم الأجر المرتب عليها، وفي الحديث استحباب أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا من الصلاة يداوم عليه ولو كان قليلا. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة فإنه يداوم عليها ولا ينقطع عنها. ومن هنا فسروا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس وشغلوه عن سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر، لأن قضاء السنن الرواتب يعتبر من فعل ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسع،
ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على هاتين الركعتين، لأن من خاصيته أنه إذا فعل شيئا أو صلى صلاة فإنه يداوم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. في الحديث اختصاص شهر رمضان بأن يصام كاملا، صيام شهر رمضان على سبيل الوجوب والتحتم، وقد قال طائفة باستحباب صوم شعبان لحديث عائشة المتقدم، وقال آخرون باستحباب استكمال صوم محرم لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستكمل شهرا في الصيام على سبيل التطوع لقول ابن عباس هذا. وفي هذا دلالة على النهي عن صيام الدهر والمداومة على هذا الصيام. وفي هذا الحديث جواز سرد الصوم أياما متتابعة، وجواز سرد الفطر وعدم الصوم لأيام متتابعة، وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث جواز القسم بالله لإخبار الإنسان بإخبار يريد توكيده ولو لم يطلب منه لفظ اليمين. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وأعانكم الله على طاعته، ورفع الله درجاتكم وعلى منازلكم، وأصلح ذراريكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفقهم لكل خير، كما نسأله جل وعلا أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن لا يمكن أعداء المسلمين منهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للخير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.